شوف من كروش يعني لعبنا امام خصم اللي مازال ما خسرش يعني ثلاث مقابلات كان فاز فيهم وما تسجلوش عليه اهداف كثيره دونك فريق اللي جاي بقوه هذه السنه دونك حنا كان علينا لازم ان نفوزوا في هذه المقابله فالحمد لله الدراري قدموا اداء في المستوى الكبير كنشكر الجماهير اللي اليوم حجت بكثره واللي معروف عليها دونك شفنا الاحتفاليه اليوم في الملعب ان جماهير الله يعطيهم الصحه هما اللي عطاونا واحد الدعم معنوي دونك الحمد لله ثلاث نقاط تعطينا واحد القوه وواحد باش نشتغلوا في اريحيه ان شاء الله ومن بعد التوقف ديال دات فيفا تخلينا نشتغلوا في يعني نصحوا الاخطاء ديالنا باش ان شاء الله نرجعوا للبطوله بقوه ان شاء الله ونحققوا المبتغى ديالنا وديال الجماهير واه شيء جميل بالنسبه لنا يعني المغرب ما شاء الله تقدم في الكوره مشى بعيد في الكوره ما شاء الله في كاس العالم انا حضرت في كاس العالم يعني في قطر دونك ما شاء الله منتخب عندنا في المستوى عندنا الناس اللي خدامه في المستوى وكنتمناو ان شاء الله يزيد تزيد الكره المغربيه في هذا النساق هذا ان شاء الله باش حتى الكره ترتفع في بلادنا ان شاء الله. عبد الله في الدقائق الاخيره يعني حنا بكل صراحه يعني من ما سجلناش الهدف الثاني كنا متخوفين شويه ان يتمارك علينا هدف التعادل باش ما نكذبش عليك دونك هما كانوا كيعتمدوا على الكره الطويله الحمد لله حنا كنا واقفين لهم مزيان وكنا باغيين يعني باغيين باش ما تماركاش علينا الحمد لله هذا هو الاهم دونك ثلاث نقاط مهمه بالنسبه لنا ونتمنى ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.